أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وعدا، وآله وصحبه ومن تبعه سبيل دين الحق غير مدلع، وبعد فاعلم بوجوب المعرفة بواجب لله عشرين صفة، فالله موجود قادم باقي مخلف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواعد وعي قادر مريد عليم بكل شيء، سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي فقانا بالسلك والتبليغ والأمانة، وجائز في حقه من أراد بغير نسك خفيف المرض، عصمته كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستعيل ضد كل واجب ففل خمسنا بحكم واجب، تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فهكك وابتنيم، هم آدم إدريس نور دمع صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب تدا، شعيب هارون وموسى واليسع، تلقي في داود سليمان تبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا، عليهم الصلاة والسلام وآله مدى هذه الأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم، تنزل عشر منهم جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل، هم كنكر وراكب وكذا، عدد ملك ورد ونتذا، أربعة من كتب تفصيلها ثورة مستبل هدى تنزيلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وبرقان على خير الملا، وصوف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم، وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين، مما علمك ربي من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا، أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد أرضعت علي ما تسعدي.
فعمره قد جاوز ستين وسبعة أولاد فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وطيب وطاهر بذين لا يلقب وسعود صفية ميمونة ورملة هند وزينة قل كذا جويرية للمؤمنين أمهات قرية حمزة عمه وعبس كذا عمته صفية ذات اتداء وقبل هجرة للنبي الإسراء من مكة الليلة رائن رجل السماء حتى رأى النبي رب كلم من غير كيف والإصار وافترت عليه خمسا بعد خمس نفر وبلغت أمة بالإسراء ست بلا امتراء فارفز سج بكفر كله وبالعروف عاقلة مكسرة وللعوام سلة ميسرة نظم تلك أمد المرزوق ما يتبه لصالح المسلوق والحمد لله وصل سلم على النبي خير من قد علم والأهل والصحب وكل مرشد وكل من وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيات آمن للجمل تاريخ آل عين غر جمل سميتها عاقلة الأوام من وجه في الدين بالتمام.